مساء الخير. اولا انا ما بعرفش اتكلم كتير لكن اللي في قلبي حقول وحشتني جدا لبنان وحشتني شعب لبنان وحشني زميلاتي وزملائي وحشوني الحمد لله على السلامة. بتمنى لهذا المهرجان النجاح الدائم كما هو دائم لاني انا الحقيقة بيديني طاقة ايجابية ولذلك نزلت من سريري متشالة عشان اجي لمهرجان الزمن الجميل. وبنشكر الدكتور نيراج شكر خاص من كل قلب كل فنان لانه بيعتني بالفنانين اللي هيعتزل واللي كبر واللي واللي واللي, واللي. ده شيء عظيم جدا ما بيعملوش حد قبل منه ولا بعد منه هيقدر يعمله. كل سنه وانتم طيبين. بحبكم بحبكم قوي بس اعمل ايه عيان انا ليس على المريض وحرم. كوليس ما بعد المشهد.